الفنانة دنيا سمير غانم وأختها الفنانة إيمي سمير غانم مختفيين تماماً عن الأنظار في الفترة الأخيرة، وده طبعاً أمر طبيعي بعد ما فقدوا والدهم ووالدتهم في وقت متقارب وصدمة كبيرة لم يتجاوزوها. ولكن على الرغم من ذلك توقعنا حضورهم في مهرجان أيام القاهرة عشان يستلموا تكريم سمير ودلال في المهرجان، ونظراً لكلام الفنانة إلهام شاهين اللي قالت إنها أقنعتهم وأكدوا لها إنهم جايين، ولكن في آخر لحظة قالوا إنهم برضو مش هيقدروا يتواجدوا بين الناس. في الوقت ده انتشرت أخبار كتير تدعي بأن دنيا وإيمي على عتبة الاعتزال، وخصوصا بعد ما كلفوا الفنان حسن الرداد إنه يستلم الجايزة في المهرجان نيابة عنهم. ولكن الفنان حسن الرداد رد على أخبار اعتزال زوجته إيمي وأختها دنيا في تصريح رسمي لأحد المصادر الموثوقة، وقال إن كل الأخبار دي ما هي إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وافتراءات من ناس ما فيش في قلوبهم رحمة، وقال دنيا وإيمي فيهم اللي مكفيهم. وبدأ يعلق حسن الرداد عن باقي الشائعات اللي اتقالت على الأسرة بشكل عام، وقال الشائعات طالت كل أفراد العيلة بداية من سمير غانم اللي اتقال كذا مرة انه مات وكان مازال على قيد الحياة، وكذلك الفنانة دلال عبد العزيز اللي نشرت صحف كتير جدا خبر وفاتها في الوقت اللي كانت فيه برضو على قيد الحياة، ودلوقتي هما مستمرين على رمي الشائعات على زوجتي وأختها. الفنان حسن الرداد استلم درع تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، وظهر في المهرجان بلحية طويلة وتبدو عليه ملامح الحزن الشديد، وقدم اعتذار للحاضرين عن عدم حضور دنيا وإيمي واستلامهم درع التكريم بنفسهم، وقال في كلمته للمهرجان: أنا كنت أتمنى إني أشوف الأستاذ سمير غانم النجم الكبير ومدام دلال هما اللي بيستلموا الجائزة وأنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجائزة وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء. وعايز أقول إن أنا بالنسبة لي حماية العزيز الأستاذ سمير غانم وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز هم نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وأخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس. رحم الله الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وألهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.